شو اللي عم بصير؟ هلا بتعرف كل شيء. يا اهالي حاره اللوز، اسمعوني منيح. الزعيم ابو شكري رحمه الله عليه مات. الله يرحمه. ابو الاحرى مات قتل. مثل ما بنعرف انه عبود الازعر هو اللي قتله. بما انه عبود الازعر مو ناوي على خير، فلازم يصير لحارتنا كبير لحتى يعرف يتعامل معه ومع الزعران اللي مثل حكايته. بما انه الزعامه كانت كل عمره لبيت ابو الدهب، فارتقينا انا وعضوات الحاره واخترنا انسان كلكم رح توافقوا عليه وكلكم بتحبوه، لانه كل عمره كان سقرت وقبضاي وشهم، وبعمره ما غلط بها حدا. يا شيخنا ابو طه شرف سلم سيف زعامه حاره اللوز للزعيم الجديد. مد ايدك يا ابو فاضل. مد ايدك خد السيف، انت من هلا ورايح زعيمنا. والله يا ابو يونس ما عم صدق اللي عم يصير. يا ابو فاضل، هيك العضوات الحاره هن طالبينك وهن رايدينك انك تصير زعيم، فليش هالولونه؟ على راسي يا ابو راشد، انت وكل عضوات الحاره وكل اهل حاره اللوز. بس يا جماعه امسك يا ابو فاضل، خد السيف، انت من يوم ورايح زعيمنا وكبيرنا. الله حيو زعيم نوري. الله حيو زعيم نوري. الله حيو زعيم نوري. يا جماعة، يا جماعة، أنا سمعت صوتكم بس بدي أسمع وجدانكم. في حدا منكم مو رجال يكون المعلم نوري زعيم حارة اللوز؟ كلنا بدنا زعيم نوري، وإحنا سكرت والله. الله حيو زعيم نوري. يا رجال حارة اللوز، إذا إلكم رأي تاني قولوه، وأمرهم شورى بينهم. لك وين حلا يحسن من الزعيم نوري؟ لك أحلى زعيم للحارة عبد الله. شو هالحظ اللي إلي؟ نحن بالمعلم نوري معلم الفرن ما كنا خالصين، شلون صار الزعيم؟ الظاهر ما رح يصير نصيب بيني وبينك يا فاطمة.